موجز كتاب بوب وودوارد الجديد عن الرئيس ترامب. بوب وودوارد هو أشهر صحفي أمريكي، كلنا عارفينه مما قرأنا عن نكسة عن الرئيس نيكسون. بوب وودوارد هو اللي كشف فضيحة ووترجيت اللي تورط فيها الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون. لما بيتكلم بوب وودوارد الكل بيسمع، وأي كتاب بيطلعه عن رئيس أمريكي الكل بيسمع ماذا يقول بوب وودوارد. بوب وودوارد عمل كتاب جديد عن الرئيس ترامب بعنوان الخوف، كتاب عن الرئيس ترامب وعن عصر الرئيس ترامب. وهذا الكتاب عامل ضجة كبيرة جدا في أمريكا، ومفروض أنه يصدر خلال أيام قليلة. الخوف ترامب في البيت الأبيض. واشنطن بوست نشرت أنه الرئيس ترامب كلمه وقال له أنت شخص موضع ثقة وكلامك محترم وراجل صادق ومحايد، يعني معنى المكالمة كده، وبالتالي عايز أعرف اللي حصل. فقال له أنا طلبت أقابلك وأنت ما قابلتش. قال له لا ما حصلش، قال لأ عندي الوثائق اللي تؤكد أن مساعديك بلغوك وأنت رفضت. قال له أفهم من كده أن الكتاب سلبي، يعني بينتقد الرئيس ترامب. فقال بوب وودوارد الكتاب ينتمي لأمريكا وليس لدونالد ترامب. دونالد ترامب هاجم الكتاب وقال ان هو جاي في وقت عشان يأثر على الانتخابات الأمريكية علشان يكون ضد الجمهوريين، وقال ان كتير فيه كلام كذب، وان وزير الدفاع قال الكلام اللي جاي في الكتاب كذب، ورئيس الأركان قال ان الكلام اللي موجود كذب، وانه بوب وودوارد لم يعد صادقا. ماذا جاء في هذا الكتاب؟ ابرز ما فيه حتى الان نمرة واحد ان مساعد الرئيس ترامب اخفوا عنه معلومات كتيرة جدا، يعني بيدخلوا على المكتب البيضاوي ويشيلوا ملفات من قدام الرئيس، خايفين ان هو ياخد قرارات تبقى قرارات صعبة جدا او مضرة جدا، وبالتالي مساعديه بيخشوا لوحدهم يسحبوا ورق من قدام الرئيس علشان ما يمضيش عليه علشان ما يضرش امريكا. المستشار الاقتصادي للرئيس ترامب كان بيشيل ورق من قدام الرئيس عشان ما يشوفوش، كان قبل كده في ورق المفروض يمضي عليه، لو كان مضى كانت امريكا خرجت من اتفاقية النافتا التجارة الحرة لامريكا الشمالية. في ورق تاني لو كان مضى كان الغى اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية. فتخيل بقى ان طاقم الرئيس بيشيل من قدامه الورق خايف ان هو يمضي بطريقة غير مسؤولة تؤدي الى الحاق الضرر بالامن القومي الامريكي. ايضا جاء في الكتاب ان الرئيس ترامب بيتصرف بطريقة متعجلة جدا، وان ما فيهاش اي حكمة، وانه انفعالي مش انفعال يليق برئيس امريكا، وان هو لما ارى حاجات عن سوريا قال لوزير الدفاع يجب ان تقوموا باغتيال الرئيس السوري بشار الاسد، وان لابد من اغتيال بشار. الا انه بعد كده ماتيس وزير الدفاع مشي، قال له احنا هننفذ كده هنغتال بشار، الا انه لما مشي رجع تاني بعد كده هداه وقال له ان احنا هنعمل ضربة محدودة في سوريا. وقال وزير الدفاع ان مستوى العقلي للرئيس ترامب مستوى العقلي لطفل في ستة ابتدائي. دي الجملة الأعنى في هذا الكتاب، هي كلمة وزير الدفاع الأمريكي عن الرئيس ترامب، أن المستوى العقلي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزيد عن المستوى العقلي لتلميذ في سنة ستة ابتدائي. أيضا الموضوع الثالث هو الموضوع الخاص بمجمل سياسات الرئيس ترامب اللي هي ما فيهاش دراسة ولا عمق ولا فهم الأمور، وإنما إدارة سطحية جدا عشوائية جدا حسب ما جاء في هذا الكتاب. وبالتالي في لوبي جوه البيت الأبيض من رجال الرئيس ترامب وإدارة الرئيس ترامب ومساعد الرئيس ترامب بيشتغلوا ضد الرئيس ترامب لمحاولة إنقاذ أمريكا من الرئيس. هذا أبرز ما جاء في كتاب بوب وودوارد الخوف ترامب في البيت الأبيض. إنما وزير الدفاع نفى إن هو قال إن مستوى ترامب مستوى تلميذ في ستة ابتدائي. رئيس الأركان نفى ما نسب إليه. موضوع اغتيال بشار الأسد تم نفيه أيضا. إذن في هذا الكتاب اللي بيحظى بالاحترام الكبير جدا في أمريكا نتيجة إن مؤلفه بيحظى بالاحترام الكبير
انما كمان في رد من رئيس ترامب ان هذا الكلام غير صحيح. ده كتاب من سلسله كتب كلها تقريبا تهاجم الرئيس ترامب، يعني الى الان مفيش كتاب محترم ذو وزن في امريكا يدافع عن الرئيس ترامب، انما في قرابه 10 كتب لمؤلفين مهمين اما بحكم مستواهم الفكري او مستواهم السياسي بيهاجموا الرئيس ترامب كده. كل شويه في تقريبا كل شهرين ثلاثه في كتاب مهم يهاجم الرئيس الامريكي ترامب، انما ده الكتاب الاهم لان مؤلفه هو الكاتب الاهم بوب وودوارد. ريتشارد نيكسون على اثر كتاب بوب وودوارد خرج من الرئاسه الامريكيه، فهل يخرج الرئيس ترامب كما خرج ريتشارد نيكسون؟ البعض بيقول وارد جدا ان الرئيس ترامب يخرج من البيت الابيض كما خرج ريتشارد نيكسون. ريتشارد نيكسون بالنسبه للامريكان هو ووتر جيت، هو الخروج من الرئاسه بعد هذه الفضيحه السياسيه الشهيره. لكن نيكسون بالنسبه لاخرين في الخارج هو كاتب الكتب المهمه، وبالنسبه للمصريين هو الرئيس الامريكي الذي زار امريكا في عهد الرئيس السادات وزار الاهرامات في مشاهد لا تزال باقيه ومؤثره.